السلام عليكم، اهلا بكم. طرق توصيل الريسيفر بالانترنت موضوع شائك جدا ومهم جدا لاي حد مهتم بقنوات البين سبورت او عايز يشاهد الانترنت من خلال الريسيفر بتاعه. الفيديو دوت بعجاله سريعه هيبقى نظام جزئين، جزء نظري وده مهم جدا لا غنى عنه، وفي جزء عملي برضو ده مهم جدا ولا غنى عنه. الجزء النظري احنا النهارده معايا انا في ايدي هنا دي انتلة، وده لان يو اس بي كيبل، دي ليها استخدامها وده ليه استخدامه. ولكن الفكره امتى استخدم الواي فاي، انتلة الواي فاي، وامتى استخدم اللان يو اس بي كيبل. مش بس كده، هل كل الريسيفرات بتدعم الانتلة او برضو على النظير الثاني هل كل الريسيفرات بتدعم اللان يو اس بي كيبل، وامتى اشتري دي وامتى اشتري ده؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده في كورسات اونلاين. السلام عليكم، اهلا بكم. ايه الاخبار؟ فعجالة سريعه كده نجاوب على الهنتات اللي احنا حطيناها مع بعض. ليه بفضل انا او ليه انا عملت المقدمه اللي هي تكاد تكون طويله ديت؟ لان بيجي لي اسئله كتيره، ان انا ناس بتقول لي انا بشتري انتله واي فاي بس للاسف مش بيشتغل على الريسيفر. ناس تاني بتيجي تقول لي طبعا الكومنتات دي بتيجي على القناه، ناس تقول لي انا بشتري لان يو اس بي كيبل بس للاسف ما بيشتغلش على الريسيفر. خلينا نتفق ان مش كل الريسيفرات بتدعم الانترنت، في ريسيفرات بيبقى السوفت وير بتاعها قديم فدي مش موضوعي خالص. خلينا نتكلم عن الريسيفرات اللي هي الجديده او الريسيفرات اللي هي السام بلس، اللي انا دايما بنصح بيها اليوزر او المشاهد ان هو وقت ما يشتري ريسيفر يجيب حاجه سام بلس او حاجه جي اكس زي السنتر 40 او السنتر برايم اللي هي الاجهزه العاليه شويه. نرجع لموضوعنا سريعا. طرق الاتصال بالانترنت بيبقى نوعين، اما انتلة الواي فاي ديت اللي هي وايرلس، ودي بتبقى في الريسيفر يا اما حاجه انترنال جوه الريسيفر نفسه في انتلة داخليه، او اكسترنال اللي هي بتيجي مع الريسيفر او لو انت حبيت تشتريها. طب انا عشان اشتري ديت بنصحك ان انت تاخد الريسيفر معاك وانت بتشتري، تقول له لو سمحت عندك انتلة ريسيفر؟ هيقول لك اه موجود. اقول له طب لو سمحت جربها لي على الريسيفر دوت. ليه الكلام دوت؟ لان مش كل الانتلات اللي موجوده في السوق بتدعم الريسيفرات اللي هي موجوده، و او بالمعنى التكنيكال اكتر، الانتلات اللي موجوده بتدعم السوفت وير الحديث. لو انت عندك سوفت وير قديم شويه مش هتدعمه، فبنصحك ان انت تجيب الانتله دي. ولو في طبعا انترنال او في حاجه داخليه، انتله واي فاي داخليه في الريسيفر، فانت قطعت شوت كبير جدا واسكيب الفيديو دوت. انما لو باظت منك يبقى الفيديو كمله معايا للاخر. طيب القطعه اللي في ايدي ديت اسمها لان يو اس بي كيبل، هل برضو كل الريسيفرات بتدعم اللان يو اس بي كيبل؟ قطعيا لا. طيب بنسبه اقدر اقول بنسبه 70% انها ممكن تدعمه. طب انا اقدر اقنن الموضوع ده ازاي واقدر اقول اني افضل فيهم؟ هقول لك الاثنين زي بعض، سيان عملت اتصال بالانتلة او سيان عملت باللان يو اس بي كيبل. الفرق بس بيكون في السعر ما بينهم، ان اللان دوت بيبقى ارخص شويه. طيب في جزء بقى عملي معايا قدام او بعد شويه كده، الجزء العملي ده هيوضح فيه الريسيفر بتاعك يدعم اي نوع فيهم. لو الريسيفر بتاعك بتدوس على المنيو، هقولها سريعا، بتخش على الضبط، لو لقيت فيه لان يو اس بي كيبل انصحك ان انت تجيب اللان يو اس بي كيبل وهيشتغل معاك بمنتهى الروعه والكفاءه. اما ديت مش عارف عندها كتير، لان بالفعل يعني لازم ان الريسيفر يدعم انتله الواي فاي، ولكن بنقول في فرق ما بين السوفت الحديث والسوفت القديم، فعشان كده بنصحك وانت بتشتري تاخد معاك الانتله دي. نيجي بقى للجزء العملي ودوت مهم جدا، وركز فيه وركز مع التطبيق بتاعه. لو عندك اي سؤال اكتبه في قلب الكومنت وانا هتواصل معاك بمجرد ما اشوفه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، وده رجاء منك لو انت حسيت ان انت بتستفيد من المحتوى اللي بقدمه، لان بعد الجزء العملي هينتهي الفيديو. بص على منيو من خلال الريموت بتظهر لك الويندو اللي هي قدام مننا ديت. بعد كده باجي على حاجه اسمها الشبكه. انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم، لاما لان مش كل الاوبشن واحد. انت ممكن تخش على الضبط، بعد كده من الضبط بتلاقي اعدادات الايثر نت، يا اما هتلاقيه بالاوبشن ده يا اما زي ما بقول لك كده هتيجي هنا على الاعدادات. فلو الموضوع مختلف يعني، وبعد كده بتدوس اوكي بتلاقي بعد كده عندك حاجه اسمها اعدادات الانترنت. نرجع لموضوعنا على الريسيفر معانا، بتيجي هنا على الشبكه بتدوس عليها اوكي من الريموت، بيبدا يظهر معاك الويندو اللي هي قدام مننا ديت. الويندو ديت فيها هنا
عندي حاجه اسمها ضبط الاعدادات اللاسلكيه. يعني اللاسلكيه يعني بدون سلك. هنا انا بشتغل على انتيلا او لو الواي فاي داخلي. نرجع لموضوعنا التاني اللي هو لو انا بقى مش عندي انتيلا واي فاي لان هي غاليه الحقيقه في السوق حاليا، اعمل ايه؟ بشتري كابل زي دوت لان ده اسمه لان يو اس بي كيبل، بتشتريه من اي محل كمبيوتر او اي محل مستلزمات دش بتشتري وات ايفر. الموضوع دوت سعره ماكسيمم النهارده عامل 70 جنيه. الدوت فكره عامله ان انت بتاخد السلك زي ما احنا شايفينه كده نازل من الراوتر دوت، بتركبه هنا الكليبسه ديت بتركبها هنا، هي يعني موضوع شارح نفسه، وبيظهر لك من الناحيه الثانيه اليو اس بي. اليو اس بي دوت بتدخله هنا في مكان اليو اس بي اللي هو بتاع الفلاشات، اي مكان يو اس بي فيه ريسيفر. يعني برضه اصوره لك عشان يبقى واضح، ادي زي ما احنا شايفين كده ادي اليو اس بي. هبدا اركبه كده سريعا. بنلاحظ بعد ما بيركب معانا هنا بيدي الارم او بيدي لمبه حمراء. طيب بعد ما بتوصل الكابل دوت وتكون متاكد ان السلك اللي انت جايبه من الراوتر شغال، بتيجي برضو على منيو من الريموت، باجي هنا برضو على الشبكه، ونلاحظ هنا بلاقي عندي حاجه اسمها يو اس بي تو لان. طيب هل الموضوع دوت ثابت؟ لا، بيختلف من اوبشن لاوبشن، بس في حاله لو مختلف معاك بيبقى هتخش على الضبط زي ما اتفقنا. زي ما احنا هنشوف كده مع بعض من قائمه الضبط ديت، هنزل تحت على حاجه اسمها اعدادات الايثرنت او اعدادات الانترنت، هضغط عليها اوكي. بعد كده هنا بيقول لي نوع الربط، هدوس اوكي على نوع الربط بحيث ان انا اختارها لان انترنت، يعني دوت قلنا اسمه لان انترنت اللي هو ده حضرات، ده اسمه لان انترنت اللي هو بيشتغل من خلال سلك بدل الواي فاي. اختار اللان انترنت، هنزل تحت كده من اسهم الريموت وهاجي على لان انترنت وادوس اوكي. بالشكل دوت هو بدا ان هو يعمل معايا نجاح اتصال زي ما احنا شفنا الرساله كده. نخرج بره اللي هي الاعدادات ديت او السيتنج، وبعد كده بتخش على اعدادات الايثرنت او اعدادات الانترنت. بتلاقي عندك بعد ما بتخش بدل اليو اس بي تو لان بتلاقي عندك ايه وضع اعدادات الانترنت. هتختار وضع اعدادات الانترنت، يعني مجازا انا هنا على وضع اعدادات الانترنت هختار يو اس بي لان او هختار شبكه سلكيه زي ما انا هدوس كده. يعني انا بشرح الوضعين يا جماعه، بس انا بشرح على الريسيفر المتاح قدامي. هدوس عليه اوكي. بلاحظ هنا ان هو ارالي الاي بي اوتوماتيكال بدون ما اعمل اي حاجه، وهنا ادي ده الاي بي بتاع الراوتر. الناس اللي ليها في الانترنت يعني ده مش موضوعنا، وهلاقيه سحب معايا هنا اتصال وجنبيه رقم واحد، ده معناه ان وضعيه السيرفر اتصال كده، هو واخد الانترنت بتاعه ومفيش ادنى مشكله. اليوتيوب وكده الموضوع سلس جدا، وبالمناسبه الكارت دوت ميزته ان هو اوفر وفي نفس الوقت اسرع لانه متصل دايركت.